بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم جميعا في هذا المساء وفي ملعب نادي ضمك، حيث نعود لكم مجددا مع مجريات كأس العرب تحت 20 سنة، اللقاء المغربي والمنتخب الفلسطيني وجها لوجه في آخر لقاءات المجموعات. نحن في المجموعة 6 واللقاء الأخير. عمر اليعقوبي الحكم العماني هو من يقود هذا اللقاء، يساعده عبد الله الجرداني المساعد الأول من عمان، محمد العريبي الحكم الليبي الذي يأتي كمساعد ثاني، يوسف سعيد الحكم الرابع العراقي. عموما لقاء مرتقب ما بين المنتخبين اليوم يتطلعان للمضي قدما والبقاء في البطولة، تحديدا في البطولة في النسخة 8، واليوم هو اليوم 9 من بطولة العرب وكأس العرب تحت 20 سنة. في اللقاء رقم 18 كنا قد شاهدنا 17 لقاء قبل هذا اللقاء في المجموعات 6، واليوم من المنتخب الفلسطيني والمنتخب المغربي وجها لوجه على الليلة، البطاقة التي يعني الكل يعني يبحث عن التأهل. بقية المنتخبات التي تأهلت هي التي كانت متصدرة للمجموعات، السعودية في المجموعة الأولى، الأردن في المجموعة الثانية، الجزائر متصدرة الثالثة، ومصر في الرابعة، وتونس في المجموعة الخامسة. والمجموعة الثانية تأهل المنتخب اليمني كأفضل الثواني حتى الآن، ربما بعد ذلك يعني بعد هذا اللقاء منتخب فلسطين والمغرب، تعادل فلسطين والمغرب في هذا المساء سوف يذهب بهما إلى المتصدر أو المتأهل، عفوا المتأهلان للفريقان سيتأهلان لو تعادل. بالنسبة للمنتخب الفلسطيني والمغربي هذه هي الحسابات، سيتأهل سويا، وسيبقى المنتخب اليمني كأفضل الثواني في أو من الثواني في المتأهل في هذه المسابقة وهذه النسخة. والمنتخب العماني يتربص هناك، يعني خسارة المنتخب المغربي في هذا المساء بهدفين أمام المنتخب الفلسطيني وهو المتصدر لهذه المجموعة 6، سوف يكون المنتخب العماني برفقة المنتخب اليمني متأهلا للدور الثاني، لكن الأمور ربما تسير للتعادل بين المنتخبين ويترافقان سويا، المنتخب الفلسطيني والمغربي إلى الأدوار النهائية لدور الثمانية. عموما الحديث لدى أكيد حسام يونس المدرب الفلسطيني، وأيضا لمحمد وهبي المدرب المغربي. كريم الشيخ اليوم يعني بالنسبة لتشكيلة المنتخب الفلسطيني، مهدي عاصف حراسة المرمى، يزن شرحه، هذا محمد وهبي المدرب المغربي، يزن شرحه في ظهير يمين للمنتخب الفلسطيني، عمرو رزق ظهير يسار، خالد البلهيجة ومؤيد عوض قلبي دفاع، مهند حسنين وقيس طه محوري ومتوسطي في الوسط، عموما منير البداية
المدافعين خلف المهاجمين، واحمد شديد طرف يسار، محمد صندوقة طرف يمين، في خط الهجوم محمد شلطف الذي يتواجد في هذا المساء، وسط غياب لاعبين في التشكيلة الأساسية التي كانت قد بدأها حسام يونس في اللقاء الماضي. عبد الله بن الطايك حارس مرمى المنتخب المغربي، زكريا لبيب، رضا أركوعي، أي أيوب الحمامي، عثمان بوخريص، عثمان الشرايبي، عبد الرحمن ياسين، أسامة أرهون، محمد أخراز، محمد رديد، عبد الرحمن السويسي، السوسي عفوا. هذه تشكيلة المدرب محمد وهبي للمنتخب المغربي وانطلاقة اللقاء. لقاء يعني مرتقب بين المنتخبين، والمنتخبين يتربصان في المنتخبان يتربصان في هذا المساء، يعني يريدان التأهل لدور الثمانية تحديدا برفقة المنتخبات التي قد تأهلت متصدرة، وأيضا المنتخب اليمني الذي أتى ثانيا في مجموعته المجموعة الثانية بعد أن انتصر على المنتخب الإماراتي في لقاء دراماتيكي كان مثيرا ذلك اللقاء. وعموما هنا لقاء المنتخبين، المغربي الذي كان قد انتصر بأربعة لاثنين على المنتخب السودان في اللقاء الأول في الجولة الأولى، 4-2 كانت مدوية للمنتخب المغربي على أرضية هذا الملعب، بينما منتخب فلسطين كان في الجولة الثانية قد التقى مع المنتخب السوداني وانتصر عليه 5-3 في مباراة كانت رائعة، كانت في فصولها في فتراتها حتى النهاية. المنتخب الفلسطيني المنتخب الفدائي انتصر بالخماسية على المنتخب السوداني، وبذلك ضمن صدارة هذه المجموعة المجموعة السادسة. هناك لاعبين يعني على مستوى المنتخبين يحترفان في أوروبا، وهناك يعني أسماء رائعة سواء في المنتخب المغربي أو المنتخب الفلسطيني. كنا قد شاهدنا اللقاء الأول يعني في المهاجم ياسين الخليفي الذي يتواجد في الاحتياط في هذا المساء مع المنتخب المغربي، واللاعب الذي لديه هدفين في المسابقة. هنا الانطلاقة في الطرف اليسار لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو اللاعب زكريا لبيب الباك الأيسر للمنتخب المغربي والذي يتواجد مع الرجاء الرياضي، أحد الأندية القوية في المغرب وصاحبة السبق دائما في إظهار النجوم على مستوى المنتخبات المغربية. هنا الكرة برفقة الند التقليدي أيضا الوداد الفريق الأحمر وصاحب البطولات والصولات والجولات في المغرب. 5 أيوب الحمامي في قلب الدفاع. هناك لاعبين على مستوى المنتخب المغربي يتواجدون في أكاديمية محمد السادس، هناك لاعبين كثر، ربما 7 لاعبين في هذا المنتخب الذي يتواجد، وهذا المنتخب الذي كان قد تحصل على البرونز في ألعاب البحر المتوسط مؤخرا، وكانت يعني مشاركة قوية لهذا المنتخب في مجموعته، كان قد قدم أسماء رائعة تتواجد مع محمد وهبي المدرب المغربي صاحب التاريخ الكبير، والذي يقف أسفل الشاشة الآن محمد وهبي المدرب المغربي الذي أمضى 16 موسم كان مع أندرلخت البلجيكي حتى وصل كمشرف عام على الفرق النادي في النادي البلجيكي حتى على الفريق الأول أندرلخت الفريق الشهير في بلجيكا. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب الفلسطيني تعود هنا يزن شرحة لاعب الباك اليمين للمنتخب الفلسطيني. فلسطين كانت في اللقاء الماضي أمام السودان في بداية اللقاء كانت هناك معاناة في بعض الشيء في بداية المباراة، لكن بعد ذلك في الشوط الثاني عمل المستحيل اللاعب محمد صندوقة القائد، كان قائدا وكان رائعا في ذلك اللقاء، خاصة في قبل نهاية الشوط الأول بدأ العمل لأخطر اللاعبين في المنتخب الفلسطيني والقائد محمد صندوقة، لاعب ممتع، اللاعب رقم 15، اللاعب الذي يتواجد مع هلال القدس الفلسطيني.
ولاعب على مستوى عالي. يعني من شاهد ذلك اللقاء يعني وشاهد الهدف الذي سجله، ليس الغرض من هذا الحديث بأنه سجل هدفا كان حاسما للمنتخب الفلسطيني، لا، محمد صندوق في منذ بداية المباراة كان قائدا وكان يعني كل الهجمات وجل الهجمات تخرج من قدم هذا اللاعب. هنا خطأ ثلاثة، رضا الركوعي الباك الأيمن الذي يحترف في البرتغال في جيل فيسنتي البرتغالي، يلعب الكرة للوسط لصالح المنتخب المغربي في الانطلاقة والمحاولة. هناك تحفظ من لاعبي المنتخبين، حتى الآن المنتخب الفلسطيني يتراجع والمنتخب المغربي يبحث عن ثغرة في وسط الميدان. الكرة منقولة في إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. زكريا لبيب كان يتقدم، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، وهنا رأى الكرة لصالح المنتخب الفلسطيني. ستة، قيس طه لاعب المحور ينقل الكرة في الطرف اليسار وانطلاقة أحمد شديد الذي يحاول، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. منتخب الفلسطيني في هذا اللقاء كان قد تخلى عن كريم الشيخ قاسم الحارس الذي بدأ به في اللقاء الماضي، وأيضا تخلى عن محمد محمود في الاحتياط المهاجم اللاعب رقم 9 الذي كان قد افتتح التسجيل في اللقاء الماضي أمام المنتخب الفلسطيني، ولذلك يعني كانت له تغييرين للمنتخب الفلسطيني، تغيير في على مستوى الحراسة وأيضا على مستوى خط الهجوم لمحمد شلطف الذي يتواجد في هذا المساء اللاعب رقم 21 وهو كان بديلا في اللقاء الماضي. الكرة منقولة لصالح المنتخب الفلسطيني، تبعد بهذه الطريقة من يزن شرحة المدافع الأيمن، لكن انطلاقة للمنتخب المغربي. رضا في الطرف اليمين ينقل الكرة الطويلة إلى 10، هذا هو محمد رديد القائد، قائد المنتخب المغربي، وبالمناسبة هذا هو هداف النسخة الماضية، النسخة السابعة التي قيمت في مصر، كان قد سجل 6 أهداف وكان هو قد توج هدافا للمسابقة في البطولة، عفوا في الموسم الماضي. كان المهاجم الأخضر عبد الله رديف كان قد سجل 4 أهداف في الموسم الماضي في النسخة الماضية، وعبد الله رديف في هذا الموسم هو هداف البطولة حتى الآن ب4 أهداف، عادل رقمه السابق، ولديه يعني فرصة لأن يسجل أكثر عبد الله رديف في اللقاءات القادمة في دور الربع النهائي، وكذلك بإذن الله سيواصل الأخضر في هذه البطولة حتى النصف النهائي وبعد ذلك النهائي. والأخضر الذي اعتاد أن يتواجد في المنصات خاصة في هذه البطولة كأس العرب تحت 20 سنة. محمد صندوق في الحوار، محاولة لكن هنا افتكاك الكرة. محمد صندوق في الشوط الأول في لقاء السودان كان قد تحصل على بطاقة صفراء كانت فيها بعد الدقيقة 35، مما يعني البعض ربما قد تعيق هذا اللاعب البطاقة الصفراء، لكنه واصل في اللقاء الماضي وقدم مباراة كبيرة. كرة الملعوبة في الطرف اليمين لصالح رضا المدافع الأيمن لصالح المنتخب المغربي، لكن مقطوعة بالرأس من أبو النجا أو أبو الهيجاء عفوا. الكرة تعود للحارس للحارس عبد الله ابن الطايك، إلى 5، 3، الرضا يحاول الدوران ينقل الكرة لمحمد رديد في المرور والحوار لصالح المنتخب المغربي. أسامة أرهون هنا الكرة العرضية لكن إلى خارج أرضية الملعب، ركلة زاوية لصالح المنتخب المغربي. هذا هو عبد الله، هذا هو الحارس مهدي عاصي حارس المنتخب الفلسطيني. ركلة زاوية تلعب الكرة بسرعة أو ستمرر الكرة، لصالح المنتخب المغربي، ولكن الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح المنتخب الفلسطيني. المنتخب المغربي كان قد استعد بشكل ممتاز، خاصة عندما، وهذا هو الجمهور المغربي الحاضر، عندما شارك في بطولة الألعاب البحر الأبيض المتوسط، عندما قابل في مجموعته المنتخب الفرنسي والمنتخب المستضيف الجزائر التي كانت قد استضافت الألعاب في وهران تحديدا،
وكان قد قابل المنتخب الأسباني في اللقاء الأخير، كان في بدايته كان قد قابل المنتخب الفرنسي وخسر بهدف. ومنتخب فرنسا بالمناسبة هو كان صاحب الذهبية في تلك الألعاب بالنسبة لكرة القدم. هنا الكرة الملعوبة لصالح الدفاع، أيوب الحمام يخرج الكرة لكن تعود إلى الدفاع، دفاعات المنتخب المغربي. أيوب كانت من زكريا إلى رضا، محاولة الانطلاقة لصالح المنتخب المغربي. محمد رديد في الحوار والمرور ممتازة لصالح المنتخب المغربي، ما زالت الكرة. هناك ضغط رهيب من الأفراد المنتخب الفلسطيني، ضغط رائع حتى الآن في افتكاك الكرة والاعتماد على الكرات المرتدة السريعة. هنا الكرة لدى منير البدارين يحاول المرور لكن الكرة مقطوعة. هنا ارتكاب الخطأ، يرتكب الخطأ منير البدارين الذي يتواجد في الدوري البلغاري، هذا اللاعب الفلسطيني يلعب يتواجد مع بوتيف بلوف ديف البلغاري، أحد الأندية في بلغاريا. هذا هو اللاعب رقم 14، كان في افتكاك الكرة، هذه الكرة الماضية ممتازة كانت من أحمد. هذا هو اللاعب رقم 23 مهند حسين، اللاعب المحور للمنتخب الفلسطيني. عندما كان المنتخب المغربي لعب في ألعاب البحر المتوسط في اللقاء الأول خسر من فرنسا بهدف، بعد ذلك قابل المنتخب الجزائري في وهران في ملعب وهران الأولمبي وانتصر بهدفين للا شيء. كانت رائعة تلك المباراة للمنتخب المغربي. هنا جانب من الجمهور الفلسطيني الذي يحضر، والكاميرا تتحرك من هنا وهناك في المدرج وفي مدرجات ملعب ضمك، الذي هذا الملعب الذي افتتح في 2017، هذه المنشأة الرائعة لنادي ضمك، أحد الأندية التي تتواجد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحد الأندية التي كانت لها صولات وجولات على مستوى الكرة السعودية سابقا حتى في فترة الثمانينات. وهنا الجانب من الجمهور، الكل يتابع متابعة دقيقة من أبناء المغرب. هنا في الجمهور المغربي الشقيق الذي يتابع هذا اللقاء بكل دقة كما نشاهد لقاء المغرب. هنا التدخل الماضي لمحمد رديد كان من 4، التدخل من عمرو رزق، هذا التدخل الثاني كان من مهند حسين، لذلك يعني ربما أصيب محمد رديد لكنه يعود بإذن الله للملعب. كرة تلعب لصالح المنتخب المغربي، 3 زكريا، هذا رضا ليس زكريا، زكريا 14 في الجهة المقابلة للظهير اليسار للمنتخب المغربي. هنا كرة منقولة من أيوب الحمامي إلى زكريا لبيب، يطلب الكرة 6، هذا هو عثمان الشرايبي لاعب المحور، لاعب سبارتا روتردام الهولندي. هنا الكرة المنقولة لكن مقطوعة بشكل ممتاز، هنا خطأ لصالح المنتخب الفلسطيني. عثمان بوخريص وعبد الريحاني كان قد سجل في مرمى المنتخب الجزائري في ألعاب البحر المتوسط في ذلك اللقاء، اللقاء الثالث كان للمنتخب المغربي أمام أسبانيا، لقاء قوي والتعادل الإيجابي بهدف كان ياسين الخليفي من سجل ذلك الهدف من نقطة الجزاء، بعد ذلك تأهل لدور الربع نهائي أو النصف نهائي عفوا المنتخب المغربي في ألعاب البحر المتوسط، وكان قد قابل في نصف النهائي المنتخب الإيطالي. مباراة كانت يعني قوية جدا من جانب المنتخب المغربي وكذلك المنتخب الإيطالي الذي سجل وانتصر بهدفين لواحد، كان ياسين الخليفي كذلك من ضربة جزاء كان قد سجل الهدف المغربي، وبعد ذلك ودع المنتخب المغربي. لكنه قبل أن يودع قابل تركيا في على مستوى الثالث والرابع وانتصر على المنتخب التركي 4-2 للمغرب في دورة الألعاب التي أقيمت في وهران. حمزة
الأنهري كان قد سجل، وعبد الله الريحاني وأيمن ماورير وأيضا عمر الصادق. هذه الرباعية التي كانت رائعة في ملعب وهران الأولمبي التي ودع بها محمد وهبي وأبناء محمد وهبي تلك البطولة، وأتوا هنا لكأس العرب لتمثيل المنتخب المغرب. والمشاهدة اللقاء الأول أمام السودان 4-2، وهنا اللقاء الثاني. يبدو أن محمد رديد لن يكمل اللقاء، وعشرين يتأهب للدخول الآن. نتمنى له السلامة النجم المغربي محمد رديد، لاعب رقم 10 والقائد قائد المنتخب المغربي. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب المغربي في الدخول، محاولة الحوار والتسديد لكن التحضير، لكن الكرة مقطوعة من الدفاع. ممتازة للمنتخب الفلسطيني الآن، محاولة أحمد شديد الذي يتقدم يبحث عن أحد اللاعبين، لكن ممتازة التمريرة لكن لم تكن مقروعة من اللاعب منير البدارين. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هناك تغييرات كما نشاهد. عشرين سيتواجد الآن أنس ميموني، سيتواجد بديلا لمحمد رديد لاعب الجيش الملكي أنس ميموني الذي يتواجد الآن برفقة المنتخب المغربي وأكيد في خط الوسط. نتمنى السلامة لمحمد رديد القائد قائد المنتخب المغربي. الشارة ربما تذهب للاعب الآخر عثمان الشرايبي لاعب رقم 6. هنا عمر اليعقوبي والخطأ لصالح المنتخب الفلسطيني في التدخل في الكرة الماضية. 14 يبدو منير البدارين، أتمنى يعني أن تكون التدخلات غير مؤذية للاعبي المنتخبين. هذا منير البدارين، وعموما الإصابات في كرة القدم طبيعية، هذه التدخلات أكيد يعني هناك إصابات ربما حتى أكبر، لكن الأمور حتى الآن تسير بشكل ممتاز بين المنتخبين. هنا أحمد شديد في التحضير، ممتازة لكن مقطوعة مفتكة من اللاعب عبد الرحمن ياسين. الانطلاقة السريعة للمنتخب المغربي زكريا لبيب، المحاولة والعرضية لكن الكرة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. هجمة سريعة للمنتخب المغربي. 20 كان في الحوار خالد أبو الهيجة لاعب كارل زايس الألماني، أحد المحترفين أيضا اللاعبين الفلسطينيين في ألمانيا. هذا هو المدافع صاحب طول فارع ما شاء الله، ويعني يلعب في الدوري الألماني مع كارل زايس. ركلة زاوية لصالح المنتخب المغربي، هذه الركلة الثانية للمغرب في منذ بداية اللقاء. وستة نعم هو القائد الآن كما توقعت عثمان الشرايبي على التنفيذ. عثمان لاعب سبارتا روتردام الهولندي. هنا الكرة الملعوبة لكن الرأسية تتخلص من دفاعات المنتخب الفلسطيني. هنا الارتداد السريع، هل تكون الانطلاقة للمنتخب الفلسطيني؟ لكن كرة مقطوعة للمغرب. زكريا لبيب في الحوار والعرضية لكن الكرة تتخلص، ممتازة لصالح الدفاعات المنتخب الفلسطيني تتخلص. هنا المحاولة ل 21 في الانطلاق، محمد شلطف اللاعب المهاجم، محمد صندوقة أول كرة ربما يستلمها محمد صندوقة في يعني المباراة، يعني 18 دقيقة و 19 لم يستلم كرة وهو مرتاح. محمد صندوقة لو استلم الكرة وهو مرتاح ستكون هناك يعني تمريرات وكرات خطرة للمنتخب الفلسطيني، لكن يبدو أن المغاربة يحكمون القبضة حتى الآن على تحركات محمد صندوقة وهو المفتاح، مفتاح للمنتخب الفلسطيني، والمفتاح صندوق الأهداف للمنتخب الفلسطيني ومحمد صندوقة. وبلا شك يعني تحدثنا عن هذا اللاعب في بداية اللقاء وحتى الآن لم يتحرك ولم يعمل. متى تدق ساعة العمل للمنتخبين على وجه العموم، المنتخب المغربي والمنتخب الفلسطيني؟ حتى الآن المباراة من يشاهد اللقاء يعلم جيدا ويقينا أن اللقاء لن يستمر هكذا في بالتعادل بهذه الطريقة، وإن كان التعادل يؤهل الفريقين والمنتخبين للدور القادم. سيكون لكلا الفريقين 4 نقاط
وهو ما يبحث عنه المنتخبين، وأربع نقاط كافية للمتصدر. طبعا إن تعادل سيكون المنتخب الفلسطيني هو المتصدر، وثانيا هو المنتخب المغربي وسيتأهل مباشرة كأفضل الثواني. بعد ذلك المنتخب اليمني سيكون هو ثاني أفضل الثواني. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب المغربي، مقطوعة في وسط الميدان، ممررة بشكل ممتاز كانت من اللاعب عبد الرحمن ياسين في وسط الملعب إلى عثمان، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. عثمان الشرايبي و11 أحمد شديد، كرة إلى خالد، هذا هو مؤيد عوض، مؤيد إلى يزن شرحة، يزن شرحة يمرر إلى مهند، مهند إلى ستة قيس طه، ممتاز قيس في بدء الهجمة الآن ممتازة لصالح المنتخب الفلسطيني. هل يتمكن محمد شلطف من الكرة؟ لكن تبعد إلى خارج أرضية الملعب. هناك ضغط ممتاز لدى أفراد المنتخب الفلسطيني حتى الآن، يعني كما أشاهد، وقطع الكرات دائما من المنتخب المغربي. لم نشاهد تسديدات على الحارسين، سواء مهدي عاصي الحارس المرمى المنتخب الفلسطيني، ولا الحارس الآخر عبد الله بن الطايك الحارس المغربي. اليوم هو اليوم التاسع واللقاء رقم 18، اللقاء الأخير في دوري المجموعات. نحن في المجموعة السادسة، ونحن في ضمك في منطقة عسير في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. الأجواء كانت رائعة في الأيام الماضية وما زالت في المنطقة الجنوبية، كانت الأمطار تهطل بغزارة في الثلاثة أيام الماضية على محافظة خميس مشيط، وأيضا على مدينة أبها، والأمطار التي كانت متواصلة على مدار الأيام الماضية. واليوم الأجواء رائعة في محافظة خميس مشيط وفي ملعب نادي ضمك في باحص تحديدا. هنا الكرة تبعد إلى المدافع خالد أبو الهيجة، إلى الحارس مهدي عاصي، مهدي إلى مؤيد عوض، إلى خالد أبو الهيجة، يستلم الكرة، انطلاقة الهجمة للمنتخب الفلسطيني. ستة، هذا هو قيس طه، لكن مقطوعة في نشاهد التدخل، كرة ممتازة لصالح المنتخب الفلسطيني تبعد إلى خارج أرضية الملعب، كانت من عثمان بوخريص. هل كانت البوصلة في بداية اللقاء ضغط للمنتخب المغربي؟ واضح كان ضغط قوي للمنتخب المغربي ودفاع قوي أيضا من المنتخب الفلسطيني، والآن ربما المنتخب الفلسطيني أخذ الشارة من حسام يونس بأن يتقدم، وهذا ما حدث. نشاهد التقدم للمنتخب الفلسطيني والتبريرات الرائعة البينية لصالح المنتخب الفلسطيني والتبريرة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، زكريا لبيب يتحصل على الكرة، اللاعب رقم 14. الحديث حتى بين الجمهور عن هذا اللقاء وعن التأهل للمنتخبين، والتشجيع والمؤازرة ما زالت مستمرة في ملعب نادي ضمك بين المنتخبين. بطولة ناجحة بكل المقاييس حتى الآن، يعني على مستوى الجماهيري، على مستوى الحضور، على مستوى مشاهدة اللقاءات الرائعة في هذه البطولة. كانت لقاءات قوية، وما زلنا نشاهد هذا اللقاء على الرغم أن التعادل السلبي حتى الآن، لكن اللقاء قوي ما بين المنتخبين، المنتخب المغربي والمنتخب الفلسطيني. هنا التبرير الرائعة، هنا الدخول والمحاولة والعرضية خطرة، لكن الكرة تتخلص بشكل ممتاز من الدفاعات المنتخب الفلسطيني. كان هادئا الدفاع، محمد صندوقة في الاستلام الأول يستلم وهو مرتاح، يتقدم، محاولة محمد صندوقة في المرور، لكن الحكم لا يعلن شيء. كانت الكرة صحيحة لصالح المنتخب المغربي. هنا ما زالت في وسط الميدان، انطلاقة سريعة كانت من عبد الرحمن ياسين إلى الدفاع، يتقدم دفاعات المنتخب المغربي. أسامة أرهون، أسامة إلى أيوب الحمامي، أيوب الحمامي إلى ثلاثة، رضا يتقدم، رضا الركوعي، المحاولة التمريرة في الطرف اليمين ممتازة إلى 20، هذا هو البديل أنس ميموني، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب.
كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه الهجمة والمطالبة بالخطأ لمحمد صندوق كان في الاعتراض، كان اللاعب رقم 14 زكريا لبيب، هل كان هناك خطأ للاعب محمد صندوق الذي يطالب بالخطأ؟ لكن الجمهور بدأ بالأهازيج الآن وبدأ الصوت يرتفع لصوت كل العرب عموما في بطولة كل العرب كأس العرب تحت 20 سنة. المنتخب الفلسطيني والمنتخب المغربي أكيد الحوار لن يستمر على هذه النتيجة، التعادل السلبي، محاولة المرور بالمهارة لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح المنتخب المغربي. هذا هو الجمهور المغربي الحاضر بكثافة ليتابع ويؤازر هذا المنتخب الذي يعني يريد أن يبقى في البطولة ويريد أن يستمر في حتى الأدوار المتقدمة، الأدوار الإقصائية في هذه البطولة، بطولة كأس العرب تحت 20 سنة. زكريا، هذا رضا يلعب الكرة طويلة على أنس ميموني إلى الحارس مهدي عاصي مقابلة ما بين الأسود الأطلس والفدائيين في هذا المساء. واللقاء الثاني، اللقاء الأول كنا قد شاهدنا المنتخب التونسي كيف انتصر على المنتخب الجيبوتي بانتصار عريض. الكرة المنقولة لصالح المنتخب المغربي تعود، كانت من أسامة أرهون إلى رضا إلى أيوب أكثر اللاعبين يعني استلاما للكرة. هذا الثلاثي في المباراة حتى الآن، ثلاثي الدفاع في المنتخب المغربي، ودائما هذه النقلات في بداية المباراة أكثر اللاعبين ربما استلاما للكرة. هنا المحاولة ممتازة فيها الدخول لكن هناك الراية والتسلل. عبد الله الجرداني الحكم المساعد العماني المساعد الأول هو من احتسب هذا التسلل. نعم التقدم واضح وممتاز، عبد الله الجرداني في اقتناص هذا التسلل. كرة ملعوبة لصالح المنتخب الفلسطيني. قيس طه إلى مهند إلى صندوقه، هنا خطأ لمحمد صندوقه القائد. لن يدع المنتخب المغربي أبدا أي فرصة لصندوقه لاستلام الكرة، وهذا واضح يعني لأن اللاعب هذا هو مفتاح المنتخب الفلسطيني. هنا الدخول كان من 14 زكريا لبيب، كان في الحوار للمرة الثانية مع محمد صندوقة في اللقطة الماضية التي كانت في الطرف. الكرة في لصالح عمرو رزق يتقدم بشكل ممتاز، التمرير لشلطف لكن هناك قطع الكرة واستخلاص الكرة. حسام يونس المدرب يريد اللاعب الكرة بسرعة، مدرب المنتخب الفلسطيني، المدرب الذي له موسم كامل مع المنتخب الفلسطيني المنتخب الفدائي وقدم مباراة كبيرة مع المنتخب السوداني في اللقاء الأول وانتصر بخماسية، كانت كأكبر النتائج في تلك الآونة قبل أن ينتصر اليوم المنتخب التونسي بستة على المنتخب الصومالي. ونظرة كانت على محمد وهبي كذلك أكيد لأن الحوار الآن يعني ما بين المنتخبين وما زال قائم والنتيجة ما زالت سلبية، وأكيد يعني الأهداف الكل يبحث عن الأهداف والمنتخب المغربي لا يريد التأهل كثاني المجموعة، يريد أن يكون أولا، والمنتخب الفلسطيني كذلك، المنتخب الذي ما زال متصدر المجموعة حتى الآن بهذه النتيجة. وقبل انطلاقة هذه المباراة تحديدا هنا 23 مهند حسنين كان في اللقطة الماضية والتدخل كان قويا من المدافع زكريا لبيب. هذا هو جانب من الجمهور الفلسطيني الذي يعني يشجع وما زال يشجع للمنتخب الفلسطيني، ما زال متعادلا حتى الآن أمام المنتخب المغربي. هذا جانب من الاحتياط للمنتخب الفلسطيني. هنا كرة ملعوبة فيها التمريرة ممتازة، كانت بينية لكن زكريا كان موجودا وكذلك لم يتمكن محمد صندوقة من الكرة. هذه الإعادة لهذه الكرة، هناك المطالبة بلمسة يد كما شاهدنا في اللقطة الماضية، نشاهد الإعادة، هل عادت من القدم
إلى اليد. نعم هنا لمسة يد واضحة على اللاعب عثمان بوخريس. حكم لا يعلن عن شيء وطبعا الكرة كانت سريعة. وبعض الحكام لا يحتسبون مثل هذه الكرات لأن الكرة مرتدة من جسد اللاعب إلى يده مباشرة، والكرة ملعوبة في الطرف اليمين لصالح المنتخب الفلسطيني. والمحاولة والمرور، شلطف ممتاز في المرور لكن الكرة والخطأ على محمد شلطف ولصالح دفاعات المنتخب المغربي. مرور كان رائع من هذا اللاعب الذكي، حاول أن يمرر الكرة من تحت قدمي اللاعب وينطلق. هذا هو المهاجم، ممتاز في المرور لكن أيوب الحمامي كان يقظا بمثل هذه الكرات. وهنا الخطأ لصالح الدفاع، دفاعات المنتخب المغربي. هنا الكرة من زكريا ينقل الكرة الطويلة. المغرب تعاني على مستوى الهجوم، واضح يعني في معاناة اليوم على مستوى الهجوم. والحسام يونس المدرب المنتخب الفلسطيني، حتى الآن الأفضلية لمنتخب فلسطين كما أشاهد في أرضية الملعب بالنسبة بعد الثلث ساعة، بعد الثلث ساعة العشر دقائق الماضية كان المنتخب الفلسطيني أفضل في أرضية الملعب. منتخب المغربي كان في الثلث ساعة الأولى كان هو الأفضل وكان ضاغطا بشكل كبير واعتماد المنتخب الفلسطيني على هجمات المرتدة، لكن الأمور الآن اختلفت. بدأ أبناء حسام يونس يتقدمون مع المنتخب الفلسطيني. هنا كرة الملعوبة والعرضية، هذه المباراة تعتبر المباراة الأخيرة للمنتخبين بالنسبة في دوري المجموعات والأخيرة لجميع المنتخبات في هذه البطولة تحديدا. بعد ذلك سيكون الاحتكام لدور الثمانية واللقاءات التي ستأتي تباعا. دور الثمانية سيقام في يوم 31 من الشهر السابع. اليوم يعني ستكون راحة لمدة يومين في تاريخ 29 و30 من هذا الشهر، من شهر يوليو، يومين راحة. بعد ذلك ستكون الدور الربع النهائي سيقام في 31 آخر يوم في هذا الشهر في شهر يوليو، وستكون اللقاءات في دور الربع النهائي في يوم واحد. أربع لقاءات، سيكون لقاء عند الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، ولقاءين سيكون الأول المجموعة الأولى مع أفضل الثواني، وكذلك اللقاء الثاني عند في الرابعة أيضا كذلك. الرابعة والنصف لقاءين تقام في نفس التوقيت، سيكون اللقاء أول المجموعة الثانية مع أفضل الثواني كذلك. واللقاء الثالث والرابع سيكونان عند الساعة 9 مساء، لقاءين في نفس الوقت، سيكون الأول في المجموعة الثالثة مع الأول في المجموعة الخامسة، والأول من المجموعة الرابعة سيكون مع الأول في المجموعة السادسة هذه المجموعة. وبالتالي يعني ربما يعني تكون المباريات قوية في قادم الأيام، وأكيد ستكون قوية. اليوم حتى هذا اللقاء يعني المنتخب المغربي يحاول الآن في هذه الكرة تعود إلى الحارس مهدي عاصي. المباريات بصراحة منذ بداية هذه البطولة والمباريات واللقاءات قوية جدا، يعني شاهدنا مباريات قوية خاصة لقاء المنتخب المغربي والمنتخب السوداني في ولقاء أيضا الإمارات والأردن كذلك. اللقاء الأول لقاء المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوداني، هذه اللقاءات كانت قوية جدا. لقاء المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي والرباعية التي كانت قوية، حتى لقاء المنتخب العراقي والمنتخب الموريتاني وانتصار منتخب موريتاني بهدف كان لقاء قويا ما بين الفريقين. هنا عموما الكرة تلعب وبقية اللقاءات، يعني هناك لقاء المنتخب الجزائري والليبي كذلك كان لقاء رائعا بين المنتخبين، والثلاثية التي كانت رائعة لمحاربي الصحراء المنتخب الجزائري في مرمى المنتخب الليبي. هنا الكرة في لصالح المنتخب المغربي في نقل هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب.
صراع قوي في أرضية الميدان بين المنتخبين، المنتخب الفلسطيني الذي لديه الكرة الآن واللاعب يزن شرحة على التنفيذ، والمنتخب المغربي الذي أيضا لديه محاولات لكن ما زالت المباراة في يد الفريقين حتى الآن يعني والمدربين. الآخر 10 دقائق في الزمن هذا الشوط، الشوط الأول، ولقاء المنتخب الفلسطيني والمنتخب المغربي المتأهلون. يعني ذكرنا أسماء المنتخبات التي تأهلت، المنتخبات التي استحقت التأهل كانت يعني المتصدرة في المجموعات. هنا الكرة الملعوبة تعود لصالح المنتخب الفلسطيني، والمحاولة في الطرف اليسار، انطلاقة ممتازة لأحمد إلى خارج أرضية الملعب. المتأهلون السعودية في المجموعة الأولى، الأردن في المجموعة الثانية، الجزائر في المجموعة الثالثة، مصر في الرابعة، تونس متصدر المجموعة الخامسة، وأيضا المنتخب اليمني الذي يأتي من أفضل الثواني في هذه البطولة. هذه المنتخبات التي تأهلت، بقي يعني 3 منتخبات أو بقي منتخبين على الأصح، لكن المنتخب العماني ما زال ينتظر. يعني ربما يكون انتصار المنتخب الفلسطيني على المغرب بنتيجة 2-0 تؤدي بنتيجة تأهل المنتخب العماني الذي ما زال ينتظر. هنا محمد صندوق في الدخول، وهناك افتكاك الكرة لصالح المنتخب المغربي، و20 يتقدم ممتازة. هذا هو اللاعب البديل أنس ميموني، والتسديدة، هناك اشتباب لمسة يد، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب بعد الكرة من عمرو الرزق المدافع على الأيسر، هناك الصافرة. عموما رمية جانبية لصالح المنتخب المغربي كانت للاعب أسامة أرهون، لاعب ملقى الأسباني، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة محمد صندوق الذي أراد أن يمر من لاعبين، لكن افتكاك الكرة كان من عبد الرحمن ياسين، وزكريا لبيب كان أيضا متواجد. هنا الرمية الجانبية، أسامة أرهون على التنفيذ، لاعب ملقى الأسباني، كرة تلعب وتعود لصالح اللاعب المنتخب المغربي رضا، يعود بالكرة إلى الحارس عبد الله بن الطائك، إلى زكريا لبيب، زكريا أيوب أو الحارس عبد الله بن الطائك، إلى أيوب الحمامي، أيوب إلى زكريا لبيب، زكريا يمرر في الطرف اليسار لصالح المنتخب المغربي في الحوار، محاولة المرور والتحضير ممتازة، ترك الكرة، لكن التمويه كان رائع، لكن محمد شلطف يحاول استقبال الكرة، لكن زكريا يبعد الكرة، تعود لصالح المنتخب المغربي العائدة من التسلل هذا اللاعب، لكن الكرة مستمرة للحارس، وخطرة من الحارس مهدي عاصي، كاد أن يخطئ مهدي عاصي في التقاط الكرة، والكنترول الذي كان خاطئا من مهدي عاصي، كان عليه أن يروض الكرة بشكل ممتاز وأن يكون هادئا في مثل هذه الكرات. هنا للمنتخب المغربي محاولة المرور ما زالت، والعرضية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة زاوية لصالح المنتخب المغربي، 6 يتقدم عثمان الشرايبي. هذه الكرة كانت من المنتخب لصالح المنتخب المغربي، ركلة زاوية، عثمان الشرايبي ربما يمرر الكرة، يلعب الكرة للمهاجمين، أم أن يمرر الكرة للاعب أسامة أرهون. نشاهد عثمان الشرايبي يمرر الكرة، هنا العرضية والدفاع تتخلص بشكل ممتاز لصالح المنتخب الفلسطيني. هل نشاهد ارتداد سريع؟ لكن هناك خطأ لصالح اللاعب، هذا هو البدارين، منير البدارين، اللاعب الذي يأتي خلف المهاجمين، كان من نجوم اللقاء الماضي مع المنتخب الفلسطيني. صافرة عمر اليعقوبي الحكم في هذا اللقاء، لن يكون سهلا على عمر اليعقوبي هذا الحكم،
لقاء قوي يعني. هناك شاهدنا تدخلات، شاهدنا حتى يعني لقطات مثيرة، هناك لمسة يد على مدافع المنتخب المغربي، كان هناك شك في ركلة جزاء لم تحتسب وكانت كرة سريعة، كانت أمام مرأة المساعد الثاني محمد العريبي الحكم الليبي. الكرة ملعوبة لصالح المنتخب المغربي، تتشتت بشكل ممتاز، تذهب الكرة إلى الحارس مهدي العاصي الذي يستلم الكرة هذه المرة بكل هدوء. هذا الحارس الذي كان بديلا في اللقاء الماضي، اليوم يزج به حسام يونس، ويعني في اختبار أعتبره يعني مغامرة ربما وجرأة من المدرب حسام يونس، لأن كريم الشيخ على الرغم أنه يعني استقبل 3 أهداف من المنتخب السوداني، إلا أن الحارس لديه خبرة كبيرة من الحارس ميتز الفرنسي الكريم الشيخ قاسم الذي يتواجد في الاحتياط. لكن عموما ربما هناك يعني لدى المدرب حسام يونس نظرة أخرى، ويريد إشراك اللاعب مهدي عاصي الحارس الاحتياط والذي يأتي أساسيا. يعني اليوم ليس احتياط مهدي عاصي، بل هو الحارس الأساسي للمنتخب الفلسطيني. وما زالت المباراة يعني ممتازة، المنتخبين على الرغم أن الأهداف لم تأتي، 5 دقائق بقيت على يعني على احتساب الوقت بدل الضائع، والذي أعتقد أنه سيكون يعني ربما 3 دقائق، هناك بعض التوقفات لإصابة اللاعبين، 3 دقائق على الأقل ربما أكثر. هنا الكرة الملعوبة لصالح شلطف، محاولة محمد يحاول استقبال الكرة، هناك تدخل وخطأ على عبد الرحمن ياسين، كان في الحوار مع محمد شلطف الذي أراد استلام الكرة، هناك تدخل بالقدم أولا ومن ثم الشد الواضح حتى من اللاعب رقم 15 عثمان بخريص لاعب الرجاء الرياضي الذي ارتكب هذا الخطأ، وخطأ لهذا اللاعب محمد شلطف الذي كان احتياطيا في اللقاء الأول، اليوم يزج به حسام يونس كذلك برفقة الحارس مهدي عاصي. مباراة على أعلى مستوى حتى الآن للمنتخبين، على الرغم أن الأهداف لم تأتي، لكن هناك يعني تدخلات قوية، هناك جمل رائعة للفريقين، لكن على مستوى الهجوم حتى الآن المنتخبين لم يظهر المنتخب الذي سجل خماسية في اللقاء الأول المنتخب الفلسطيني، والمنتخب المغربي الذي سجل رباعية في اللقاء الأول حتى الآن يعني لم يسجل أهداف. سجل في الجولة الأولى المنتخبين 9 أهداف حتى الآن لم يسجل في الشوط الأول، يعني اصطدام قوي ما بين المنتخبين على مستوى حتى على مستوى اللقاء الأفرو آسيوي، يتحدث عن المنتخب الفلسطيني الذي يمثل عرب آسيا، وأيضا المنتخب المغربي الذي يمثل عرب أفريقيا، لقاء قوي ما بين المنتخبين. ونشاهد يعني محمد شلطف يحاول، هل يسدد شلطف؟ الله على هذه التسديدة ممتازة، كان أيضا عبد الله بن الطائك كان متواجدا صندوقة، أيضا الحكم يعني يرى أن محمد صندوقة يمثل كثيرا في السقوط، لكن عموما المساعد كان قريبا، والتسديدة كانت رائعة من محمد شلطف الذي اختار الزاوية وبالقدم اليسرى كان جريئا في التسديد، وعبد الله بن الطائك كان ثابتا في مكانه الحارس المغربي. هذه أول تسديدة للمنتخب الفلسطيني وأول تسديدة في اللقاء على وجه العموم، حتى لم نشاهد تسديدات للمنتخب المغربي، وعلى غير العادة للمنتخب المغربي لم يهاجم هذا المنتخب الذي كان قد تحصل على بالنسبة لألعاب البحر المتوسط كان قد تحصل على البرونز بالنسبة لكرة القدم، كان قد انتصر على المنتخب التركي 4-2 وكان استعداد رائع، كان في قبل شهر ربما او اقل من انتهاء الالعاب، واليوم يعني المنتخب المغربي بهذا المنتخب يعني حتى الان لم يظهر بالنسبه لي اللقاء الثاني، والمنتخب الفلسطيني يبدو ان الشوط الاول يعني لا نقول ربما اقتسم النتيجة، أكيد اقتسم النتيجة، لكن حتى على المستوى المنتخب الفلسطيني ربما لديه يعني أفضلية نوعا ما حتى الآن، لكنه لم يسجل، وبالتالي يعني المباراة تعادل سلبي ما بين المنتخبين، والكرة إلى خارج أرضية الملعب.
انضباط على مستوى الدفاع. هذه كرة شلطف التي كانت رائعة، لو أنها ذهبت لإحدى الزوايا كانت يسارية رائعة من شلطف. التسديدة الممتازة من هذا المهاجم، ممتاز اختيار الزاوية والتسديد بهذه الطريقة من هذا اللاعب الذي عوض محمد محمود الذي كان متواجدا في اللقاء الماضي. تمريرة غريبة من اللاعب رقم 21 عبد الرحمن ياسين، كانت غريبة التمريرة الماضية ما بين مهاجمي لاعب مهاجمي المنتخب الفلسطيني، كانت خطرة التمريرة الماضية. لكن عموما كرة إلى رمية جانبية لصالح المنتخب المغربي، آخر دقيقة الآن وآخر ثواني في الوقت الأصلي في زمن الشوط الأول، والنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين. هذه النتيجة تؤدي إلى المنتخب الفلسطيني أن يكون منتصرا ومتصدرا عفوا في المجموعة السادسة. سيبقى المنتخب الفلسطيني حتى الآن متصدرا، والمنتخب المغربي سيكون أيضا أفضل الثواني بأربع نقاط، والمنتخب اليمني لديه ثلاث نقاط، وبالتالي سيكون هو أفضل الثواني المنتخب المغربي بهذه النتيجة. تحدث لكن الأمور ربما تكون مغايرة في الدقائق القادمة. دقيقة واحدة إذا احتسب الحكم عمر اليعقوبي في هذا الشوط في الوقت بدل ضايع، دقيقة واحدة. كان ربما منصفا أكثر مني يا عمر اليعقوبي الحكم، كنت أرى أن الوقت ربما أكثر، لكن عمر اليعقوبي الحكم رأى أن دقيقة واحدة منصفة. عموما الكرة ملعوبة لصالح المنتخب الفلسطيني، لكن هناك خطأ لصالح المنتخب المغربي. آخر الثواني ربما 20 ثانية على نهاية الشوط الأول، والخطأ لصالح حسام أرهون لاعب ملقا الأسباني، لاعب المحترف في الدوري الأسباني. هنا الكرة الملعوبة في الطرف اليسار والعرضية، والحارس أول كرة للحارس مهدي عاصي يستلم الكرة بهذه الطريقة. هذه أول كرة للمنتخب المغربي، ومحمد شلطف كان قد سدد كرة لصالح المنتخب الفلسطيني. ونترككم مع يعني نهاية هذا الشوط ومع نغمة نهاية الشوط الأول إلى الشوط الثاني، لا تذهبوا بعيدا وانتظروني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مجددا أيها السادة الكرام مع مطلع الشوط الثاني من لقاء المنتخب الفلسطيني والمنتخب المغربي في آخر لقاءات المجموعات. اليوم هو اللقاء 18 في هذه البطولة، تحديدا في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، ولقاء مرتقب بين المنتخبين. كنا قد شاهدنا يعني الشوط الأول والتعادل السلبي ما بين المنتخبين، كان الحكم عمر اليعقوبي هو العماني هو من قاد ويقود هذا اللقاء، والتشكيلة المنتخبين ما زالت كما هي في مع نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. وعموماً بدأ الشوط الثاني من اللقاء الآن، ولقاء المنتخب المغربي بالألوان البيضاء والمنتخب الفلسطيني بالألوان الحمراء. هنا الانطلاقة السريعة، هنا الخطأ على اللاعب محمد أخراز لاعب المنتخب المغربي والذي ارتكب هذا الخطأ. محمد أخراز اللاعب الذي يتواجد مع أوتريخت الهولندي، أحد الأندية الهولندية. خطأ لمهدي عاصي على التنفيذ، الحارس الفلسطيني في ملعب ضمك. نلتقي بكم في هذا المساء وفي آخر اللقاءات في المجموعات، آخر لقاء في المجموعات. لقاء الافتتاح كان المنتخب السعودي مع المنتخب الموريتاني، كان على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها. لقاء كان قد انتهى ب2-0 لصالح الأخضر، المنتخب السعودي على المنتخب الموريتاني. وهذا هو اللقاء الأخير في المجموعات، الانطلاقة لصالح المنتخب المغربي لكن مقطوعة للمنتخب الفلسطيني. محمد صندوق يتقدم، خطر يمرر لكن مقطوعة من الدفاع، تعود لصالح العشرين، يحاول المرور. هذا أنس ميموني يمرر، ليست لأحد إلى خارج أرضية الملعب.
رمية جانبية لصالح المنتخب الفلسطيني. لقاء قوي حتى الآن على رغم أن الأهداف لم تحضر، الأهداف حتى الآن نتيجة سلبية ما بين المنتخبين، لكن اللقاء قوي على مستوى الالتحامات، على مستوى الهجمات، على مستوى الدفاع قوي جدا. هنا المحاولة أحمد شديد، لكن الدفاع متواجد. ستة يخطف الكرة عثمان الشرايبي القائد إلى أنس، هنا في وسط الميدان إلى اللاعب عبد الرحمن ياسين. عبد الرحمن ياسين إلى 15 عثمان بوخريص إلى زكريا لبيب. زكريا تمريرة ممتازة كانت من محمد أخراز إلى 11، يحاول المرور أسامة أرهون. أسامة والتحضير، استعجل أسامة، أسامة استعجل في يعني العرضية الماضية. هنا الصافرة والاطمئنان على لاعب المنتخب الفلسطيني الذي كان يعني في هذا التدخل يبدو قيس. لاعب ثمانية هذا هو مؤيد عوض. سلامات لمؤيد عوض اللاعب الفلسطيني. الحديث حسام يونس مع المساعدين، هل هناك أحد البدلاء الآن للاعبي المنتخب الفلسطيني؟ وأيضا يعني بديلا لهذا اللاعب المؤيد عوض ومحمد وهبي المدرب المغربي الذي يتواجد. هذا بالمناسبة هذا المدرب كان مساعدا لمدرب الفتح السعودي النموذجي في الموسم الماضي. من يتذكر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا كان هذا هو مساعدا لمدرب نادي الفتح في اللقاء في الموسم الماضي. وهذا المدرب محمد وهبي كان قبله المدرب زكريا عبوب المدرب المغربي، كان يعني مع هذا الفريق تحديدا تحت 20 سنة، ولكنه استقال من منصبه في شهر أكتوبر 2021. نتحدث عن زكريا عبوب في الموسم الماضي، وكان أتى بعده بشكل مؤقت المدرب المغربي أيضا الآخر عبد الله الإدريسي الذي تواجد مع المنتخب المغربي حتى يعني تم يعني تحدث عن هذا المدرب محمد وهبي أنهى التزاماته مع الفتح السعودي، ومن ثم يعني عاد اتحاد الكرة في المغرب لمفاوضة والحديث مع هذا المدرب محمد وهبي ليعود مجددا ليشرف على المنتخب المغربي تحت 20 سنة، لأنه كان قد تحدث معه قبل ذلك واعتذر بأنه ملتزما كمساعد للمدرب يانيك فيريرا في البلجيكي في الفتح السعودي. ولكن عندما أنهى الالتزامات مع الفتح السعودي عاد ليعاود اتحاد الكرة المغربي ليفاوض هذا المدرب، ويأتي هذا المدرب مدربا للمنتخب المغربي. واليوم يعني هذا المدرب له تجربة كبيرة خاصة في أندرلخت البلجيكي، حتى وصل كمشرف عام على الفريق البلجيكي الأول ولكل جميع الفرق في أندرلخت في الفئات السنية وحتى الفريق الأول كان مشرفا. والإدارة التقنية تحديدا لهذا الفريق البلجيكي، وخبرة عريضة لمحمد وهبي على مستوى التدريب. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب المغربي في الطرف اليمين، يريد المنتخب المغربي أن يباغت المنتخب الفلسطيني، لكن هنا أصل كرة تبعد والصافرة يبدو أن هناك تسلل على رغم يعني دخول عثمان الشرايبي. هناك سقوط أحد اللاعبين كذلك، المنتخب الفلسطيني سيكون السقوط هذا متكررا بسبب أن الفريق يعني يريد تعويض اللاعب الذي يعني خرج قبل قليل مهند عوض. هناك لاعب آخر أحد البدلاء الآن مع المنتخب الفلسطيني، هناك لاعب وائل صافي إذن سيتواجد. وائل صافي اللاعب رقم 13 هذا هو البديل، بديل اللاعب المصاب مؤيد عوض. هنا أيضا 23 مهند حسنين لاعب المحور، يبدو أنه سيكمل مهند حسنين، لكن كانت السقوط لأجل الظاهر يعني دخول اللاعب وائل صافي.
ولتعجيل يعني التغيير، لأن المنتخب يلعب ناقصا في الدقيقة الماضية والدقيقتين. عموما هنا الكرة لصالح المنتخب الفلسطيني للحارس مهدي عاصي على التنفيذ، ينقل الكرة مهدي عاصي هنا لمحمد صندوقة، يحاول البحث عن أي ثغرة عن تمريرة، هنا يحاول الدخول محمد صندوقة بالمهارة يمرر، ما زالت للمنتخب الفلسطيني ممتازة في التحضير. قيس طه إلى محمد شلطف، محمد يبحث عن التسديد عن أي ثغرة، عن لدي قدم قوية، القدم اليسارية الذي شاهدنا له تسديده قبل نهاية الشوط الأول. قيس طه، يمرر في الطرف اليسار لصالح المنتخب الفلسطيني، العرضية لكن الرأسية صندوقة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة التي يعني كانت خطرة، لصالح المنتخب الفلسطيني. هذه كرة محمد صندوقة، حاول أن يسدد مباشرة في المرمى لكن الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. كرة تعود لصالح المنتخب المغربي في الجهة اليمنى، طه يتقدم محاولة التمرير أو المرور، الكرة الـ 11 أسامة أرهون، إلى التمريرة ما زالت إلى أنس، إلى 21 هنا السقوط، عبد الرحمن يبدو البطاقة الصفراء الآن تحضر، البطاقة الأولى لوائل صافي، الكرة الأولى لوائل صافي وبطاقة صفراء، أول بطاقة صفراء في اللقاء كانت لهذا البديل يعني للتو، ومن أول كرة وائل صافي يتحصل على البطاقة الصفراء بسبب هذا التدخل، تدخل كان قوي كما نشاهد على اللاعب أسامة أرهون لاعب ملقا الأسباني. خطأ لصالح المنتخب المغربي، هل يكون التنفيذ بشكل خطير وصحيح لصالح المنتخب المغربي؟ المغرب تريد أن تسجل في هذه الدقيقة تحديدا، وهذا البديل على التنفيذ أنس ميموني لاعب الجيش الملكي المغربي، وعلى تنفيذ الخطأ هناك يتقدم رضا الركوعي في الاشتراك وللمساندة، اللاعب طويل القامة اللاعب المدافع الأيمن، وأنس ميموني ما زال يتمتم بكلمات أكيد يعني الدعوات لهذا الخطأ وليكن في الشباك، خاصة يعني المنتخب المغربي يريد أن يسجل في هذه الثواني، والمنتخب الفلسطيني متاهب كان على مستوى الدفاع، مهدي عاصي يتواجد في الحراسة وأنس ميموني يريد أن يسدد، أنس ميموني والكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، بعيدة هذه التسديدة، ومهدي عاصي كان متابعا الحارس الفلسطيني. فلسطين كانت قد عسكرت في معسكر الدوحة وكانت له معسكر أيضا المنتخب الفلسطيني في عمان، كان قد قابل المنتخب العماني وخسر بهدف، وهذا الاستعداد والمعسكر قبل انطلاقة هذه البطولة، والمنتخب الفلسطيني يعني أظهر قوة في هذه البطولة خاصة في اللقاء الأول، والبعض ربما يكون يقول أن اللقاء كان مصادفة وفوزا مصادفا للمنتخب الفلسطيني، لكن الحقيقة يقول أن المنتخب الفلسطيني تفوق في الشوط الأول على المنتخب المغربي في فترات. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب المغربي والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، خطرة كانت من محمد أخراز الذي سدد هذه الكرة، سدد الكرة بطريقة ممتازة، محمد أخراز اللاعب رقم 19 بحث عن الزاوية البعيدة وسدد بشكل ممتاز محمد أخراز، لكن الدقة لم تكن يعني بشكل صحيح، لكن الفكرة ممتازة لمحمد أخراز في الزاوية البعيدة. هنا يعني الجمهور يساند الآن المنتخب المغربي، هذا هو الجمهور المغربي، وأيوب الحمامي في الهواء يبعد الكرة، صندوقة يستلم الكرة لمرتين، هنا المثلثات صندوقة دائما يجيد مثل هذه التدخلات. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب المغربي، هل يباغت المنتخب المغربي في الشوط الثاني المنتخب الفلسطيني؟ هناك هجمتين للمغرب، وأعتقد أن هنا المنتخبين سيتحرران في الشوط الثاني، وستكون هناك هجمات للمنتخبين على التوالي،
وتكون متتالية الهجمات في الدقائق القادمة. لن يستمر الوضع على ما هو عليه إلا إذا تعادل، ورضي بالتعادل السلبي كما يعني واضح الآن اللقاء، والتعادل للمنتخبين يذهبان سويا لدور الربع النهائي، وستكون يعني التعادل فلسطين ستكون أولا في المجموعة السادسة. ومهدي عاصي، كرة لدى الحارس الفلسطيني، هذه الكرة والتدخل الماضي محمد صندوق في الواجب الدفاعي، كرة تلعب الآن لصالح المنتخب الفلسطيني، كرة رأسية لمحمد شلطف يحاول، والدفاع إلى عثمان بخريس تتخلص، لكن لازالت لي صندوقة يحاول، لكن بخريس الكرة إذن لعبد الرحمن ياسين إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، محمد وهبي المدرب المغربي يحتفظ بالكرة حتى يسلمها زكريا لبيب، وزكريا يلعب الكرة إلى محمد أخراز لكن مقطوعة، قيس طه تمريرة خاطئة إلى عثمان الشرايبي، أيوب الحمامي إلى طه أو رضا، كرة ملعوبة في الستة الآن، يمرر قيس طه إلى محمد صندوق لكن كرة مقطوعة للمنتخب المغربي، كنترول سيء من محمد أخراز، كانت كرة سهلة لمحمد أخراز لاعب أوتريخت الهولندي، هذه الكرة ولقطة ماضية، محمد أخراز مع اللاعب 24، هذا هو يزن شرحة في التدخل الماضي، والحارس مهدي عاصي الحارس، هل يستطيع إكمال المباراة في الدقائق القادمة؟ حارس المنتخب الفلسطيني، والنتيجة الآن ما زالت متعادلة سلبيا، والحكم يبدو أنه منح الحارس مهدي عاصي بطاقة صفراء لكن لا أعلم لماذا، لكن عموما البطاقة الصفراء حارس يعني لكن غريب البطاقة الصفراء الآن، هذا هو الحديث اللاعب رقم 23 مهند حسنين، حديث مع المدرب ومع مساعد المدرب السيد حسام يونس مدرب المنتخب الفلسطيني، البطاقة الصفراء يبدو أنها ستشار للحارس مهدي عاصي، ولكن يعني ربما كان هناك حديث ما بينه وبين الحكم وما زال الحديث دائرا، على الرغم أن الابتسامة واضحة لدى محيى العمر اليعقوبي الحكم العماني، لكنه يمنحه البطاقة الصفراء، يعني الحكم رأى أن هناك إضاعة للوقت، ورأى أن المنتخب الفلسطيني سيكون يعني محتاجا لهذا التعادل لأنه سيكون أول المجموعة، وبالتالي يعني الحكم رأى أن هناك إضاعة للوقت لأن التعادل في مصلحة المنتخب الفلسطيني. هنا الكرة قيس طه يمرر في الطرف اليسار للمنتخب الفلسطيني، محاولة 14 البدارين لكن كرة مقطوعة، كانت من منير البدارين 11 على التنفيذ أسامة أرهون، أيوب الحمامي إلى 15 يلعب الكرة عثمان بخريس، هناك في الطرف اليمين لصالح المنتخب المغربي، والعرضية ومهدي عاصي، مهدي عاصي ممتاز في الطيران واستقبال الكرة، ممتاز الحارس الفلسطيني
اختبار قوي لهذا الحارس. كانت من أسامة أرهون العرضية الرائعة جدا، وكان يعني اللاعب يترقب اللاعب محمد أخراز ليسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي، لكن مهدي عاصي كان في الموعد والكرة تتخلص. هنا كرة في وسط الميدان لكن ما زالت يزن شرحها إلى 23. كانت التمريرة من مهند حسنين إلى الطرف اليسار، كرة ممتازة من منير يمر بشكل ممتاز. منير البدارين يعود للدفاع إلى عمرو رزق، عمرو رزق يلعب الكرة تعود للدفاع. أسامة أرهون إلى رضا أيوب الحمامي، 15 عثمان بوخريس، بوخريس إلى 21 هذا عبد الرحمن ياسين، إلى رضا، رضا الركوعي يحاول العودة بالكرة للحارس عبد الله بن الطايك. شوط ثاني لم يرى هذا الحارس، كانت الهجمات والأخطر للمنتخب المغربي في الشوط الثاني. مهدي بن عاصي شوهد في كرات عديدة، حارس مرمى المنتخب الفلسطيني وتلقى البطاقة الصفراء. هناك تغييرات على مستوى المنتخب المغربي، أكيد يعني الدقائق القادمة ستكون يعني مؤثرة للمنتخبين، وستكون يعني هناك خروج 19 ودخول اللاعب رقم 7 اليعقوبي أسامة، 7 اليعقوبي أسامة، أسامة اليعقوبي إذن، وخروج هذا اللاعب رقم 6 أيضا عثمان الشرابي، يدخل ياسين خليفي اللاعب رقم 18، ياسين خليفي لاعب أكاديمية محمد السادس، وأيضا أسامة اليعقوبي لاعب أكاديمية محمد السادس كذلك، ويتواجدان الآن في التشكيلة الأساسية. ياسين صاحب الهدفين في مرمى المنتخب السوداني واحد هدافي البطولة. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب الفلسطيني، وهنا الخطأ. حديث مع الحكم عمر اليعقوبي واللاعب مهند حسنين، أكيد هناك حديث، هناك تدخل لصالح لاعب المنتخب الفلسطيني، والحكم سيعاني في اللقاء يعني كما ذكرت، لأن اللقاء يعني سيكون قوي ما بين المنتخبين على صدارة هذه المجموعة. كلا المنتخبين مؤهلين يعني أن يكون متصدرين لهذه المجموعة. هنا الحكم ينذر مهند حسنين شفهيا، ويعني الخطأ كان موجودا لقيس طه، لكن لا يحتمل يعني التدخل القوي من والاعتراض من مهند حسنين في اللقطة الماضية، ولا تدخل أيضا من عبد الرحمن ياسين، تدخل قوي. كرة تلعب لصالح المنتخب الفلسطيني، منير أو أحمد شديد ينقل الكرة لشلطف، لكن كرة مقطوعة. المنتخب الفلسطيني على مستوى الهجوم في الشوط الثاني يعاني، الأفضلية كانت للمنتخب المغربي هجوميا نتحدث، لكن بقية الأمور يعني مستوى الدفاع للمنتخبين ما زال متماسكين، يعني الدفاعات المنتخب المغربي وأيضا المنتخب الفلسطيني. محمد صندوقة مقطوعة الكرة، دائما صندوق يعني يسقط بهذه الطريقة في الملعب، كرة ملعوبة لصالح المنتخب المغربي، كانت من ياسين خليفي صاحب الهدفين في مرمى المنتخب السوداني. كرة تلعب لصالح ياسين، يحاول التمرير، نعم بشكل ممتاز في الطرف اليمين لصالح المنتخب المغربي، والعرضية الخطرة لمهدي عاصي. مهدي يتواجد في المكان الصحيح حارس المنتخب الفلسطيني، وإذا هداف هذه المسابقة عبد الرديف هداف المنتخب السعودي، لديه 4 أهداف. عزيز عبيد، محمد عزيز عبيد اللاعب التونسي، لديه 3 أهداف بعد تسجيله الثنائية في هذا المساء في مرمى المنتخب الجيبوتي في اللقاء الذي كان قبل هذا اللقاء. هناك أيضا رائد
بوشنيبة اللاعب التونسي لديه هدفين. ياسين خليفي لاعب المنتخب المغربي الذي دخل للتو لديه هدفين. هنا الحوار أيضا ما زال متكررا بين لاعبي المنتخبين. أربعة عمرو رزق عليه أن يهدأ. وأيضا هناك اللاعب الآخر للمنتخب المغربي. هناك تدخل أمام مرأة المساعد. هذا هو التدخل كان من عبد الرحمن السوسي المهاجم. هنا كرة خطأ لصالح المنتخب الفلسطيني. بقية اللاعبين يعني لديهم هدف واحد. تحدث عن منير البدارين اللاعب الفلسطيني لديه هدف. وداني درباس اللاعب الذي يتواجد في الاحتياط الذي اشترك في المباراة الماضية كبديل سجل هدف أيضا. هنا الكرة محمد صندوقة أيضا لاعب المنتخب الفلسطيني لديه هدف. وأيضا يعني بقية وقيس الحطاب أيضا اللاعب الفلسطيني في الاحتياط سجل في اللقاء الماضي. ومحمد محمود أيضا اللاعب في الاحتياط في هذا المساء سجل في اللقاء الماضي. عموما يعني المنتخب الفلسطيني يجرب أسماء في هذا اللقاء. هذا هو جانب من الجمهور الفلسطيني الذي يتابع هذه المباراة. يريد أن يزف المنتخب الفلسطيني كمتصدر للمجموعة وهو يسير حتى الآن في الطريق الصحيح بتعادله مع المنتخب المغربي. المنتخب الذي يريد يعني أن يتقدم بالنتيجة. وكانت يعني له المنتخب أكثر نجاعة في الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي. ليس كما حدث في الشوط الأول. الشوط الأول لم يكن بشكل ممتاز للمنتخب المغربي. الشوط الثاني أفضل قليلا حتى الآن. ولا لكن يعني المحاولات استمرت للمنتخبين لتصطدم بالدفاعات والحراسة الممتازة لصالح لحراسة المنتخب الفلسطيني، خاصة مهدي عاصي الذي تألق في الشوط الثاني في صد كرات للاعبي المنتخب المغربي. هنا التغييرات التي ربما تجلب الحظ للمنتخب الفلسطيني وربما عكس ذلك. يعني التغييرات ليست دائما يعني تكون صحيحة. هنا التغيير لقيس الحطاب بديلا لأحمد شديد. قيس الحطاب اللاعب رقم 10 يتواجد الآن. وأيضا هناك لاعب آخر مع المنتخب الفلسطيني 19 إسلام الكفافي. أيضا إسلام الكفافي أحد البدلاء في اللقاء الماضي. الآن قيس الحطاب وإسلام الكفافي يتواجدان الآن في هذا الشوط. هذين اللاعبين كان قد تواجدا في اللقاء الماضي وهما كان مع محمد صندوقة من قلب الطاولة، مع داني درباس كذلك الذي يتواجد في الاحتياط وما زال. وكان يعني الهدفين آخر هدفين الرابع والخامس كان قد أتيا في الوقت بدل ضائع في بعد الدقيقة 90 أمام المنتخب السوداني. وهذا ما يريد أن يعمله حسام يونس ربما في الدقائق القادمة. لكن المنتخب المغربي لن يتوانى في التقدم والتسجيد والتسجيل. هنا سبعة يحاول المرور اللاعب أسامة اليعقوبي لاعب الأكاديمية. هنا الكرة الملعوبة في الطرف اليمين لصالح المنتخب المغربي في محاولة المرور والتمرير، ولكن كانت من أسامة أرهون الدفاع تتخلص. محمد صندوقة بدأ يتراجع الآن، بدأ ينظم هجمات المنتخب الفلسطيني وقد يعني قد يمرر كرات طويلة لمحمد شلطف اللاعب السريع. وقيس الحطاب كذلك لاعب سريع. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب المغربي وخطأ على عمرو رزق. واضح الخطأ لصالح المنتخب المغربي. وعمر اليعقوبي الحكم العماني الذي يقود هذا اللقاء، اختبار قوي لهذا الحكم أمام هؤلاء الشبان في أكيد لديهم الحيوية في أرضية الملعب. وأكيد يعني المباراة قوية ما بين المنتخبين المتنافسين المنتخب المغربي والمنتخب الفلسطيني. المغرب الآن يتحصل على خطأ خطير لو ينفذ بشكل جيد أنس ميموني على التنفيذ. وهناك لاعب آخر مع المنتخب المغربي ومهدي عاصي يتأهب الآن
يتأهب الحارس. هنا الكرة على العرضية ورأسية والعارضة تعود، العارضة. الهدف كان قريبا للمنتخب المغربي، الهدف كان قريبا للمنتخب المغربي، الهدف كان قريبا للمنتخب المغربي. الكرة التي اصطدمت بالعارضة الرأسية الرائعة جدا من عثمان بوخريص، كاد أن يسجل عثمان. نعم عثمان، كانت الكرة رائعة من هذا اللاعب، والارتقاء الرائع، والكرة التي لامست العارضة. أكيد يعني يندب الحظ في ضاعة هذه الفرصة، واللاعب لم يضع بصراحة هذه الفرصة، الفرصة كان قد نفذها بشكل صحيح عثمان بوخريص، لكن التوفيق أكيد يعني الكرة لمست العارضة وارتدت وعادت الكرة للمنتخب المغربي. الآن منتخب فلسطين سيعود، سيعود كما كان يصنع في الشوط الأول. في أول ثلث ساعة من المباراة كان قد عاد لملعبه في أول المباراة، بعد ذلك يعني بعدما رأى ما لدى المنتخب المغربي بدأ يهاجم المنتخب الفلسطيني في بعد الثلث ساعة في الأولى في المباراة. محمد صندوق عاد للدفاع، عاد ليساند الدفاعات، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الآن المنتخب الفلسطيني يعود إلى ملعبه محمد شلطف وحيدا في خط المقدمة، وهنا الانطلاقات السريعة التي سيعتمد عليها كثيرا قيس. يحاول قيس الحطاب محاولة التمرير لشلطف في استقبال الكرة، لكن أيوب الحمامي استقبال عثمان بوخريص الذي يعود بالكرة للحارس عبد الله بن الطائك. هنا إذن المنتخب المغربي سيجبر منتخب فلسطين للعودة للدفاع والذود عن المرمى مرة أخرى، لنبدأ رحلة جديدة في آخر ربع ساعة وأكثر في المباراة، ونبدأ مباراة ربما لقاء جديد ما بين المنتخبين. أعتقد أن الدقائق القادمة خلاص ستكون هي فك الارتباط ما بين المنتخبين، وبنتيجة التعادل ربما أقول ربما تستمر، وربما يكون هناك هدفا في الدقائق القادمة، لكن لمن الهدف لا أعلم، ربما لأبناء محمد وهبي أو لأبناء حسام يونس المدربين، المدرب المغربي والمدرب الفلسطيني. هنا منير البدارين يحاول بالكرة، لكن ممتازة من قيس، والعرضية خطرة خطرة صندوق أيضا في المتابعة. قيس الحطاب رائع هذا اللاعب، عندما يعني واصل بالكرة وكان يعني مواصلا لم يتوانى وتقدم بشكل ممتاز، حتى الآن يتراجع للدفاع. قيس ممتاز هذا البديل حتى الآن، يعني في كرتين كانت رائعة لهذا اللاعب، ويكتسب ويكسب خطأ لصالح المنتخب الفلسطيني. قيس الحطاب هذا هو اللاعب المنتخب الفلسطيني، واللاعب الذي يعني استغل هذه الفرصة بين المدافعين ولعب الكرة العرضية. محمد صندوق كان متابعا يعني بشكل ممتاز، والله كان قريبا، كان قريبا محمد صندوق في لعب هذه الكرة واستغلال هذه الكرة، لكن الحارس عبد الله بن الطائك أيضا تألق، تألق عبد الله بن الطائك. عموما هنا الكرة التسديدة والحارس مهدي عاصي، أوه كانت رائعة، رائعة للمنتخب المغربي الكرة الماضية. الكاميرا كانت تتجه للإعادة في لقطة سابقة، والهجمة كانت هنا لعبد الرحمن السوسي مهاجم أونترويب البلجيكي الذي يعني سدد، والحارس مهدي عاصي كان متألقا في صد الكرة. هنا سبعة يخطف الكرة، أسامة اليعقوبي، أسامة، أسامة ينطلق بشكل ممتاز، لاعب البديل ممتاز أسامة في المرور، هناك يريد أن يكتسب خطأ لكن الحكم لا يعلن عن شيء. هنا كنتور سيء ممتازة لصالح المنتخب المغربي. الآن الكنترول كان من منير في هذا المكان غريب، والعرضية إلى خارج أرضية الملعب وسط حراسة قيس الحطاب. هناك 75 دقيقة كما نشاهد أو 76، هذه التسديدة السوسي والحارس مهدي عاصي كان في المكان الصحيح. ربما هذه الكرة الأولى للمنتخب المغربي للانفراد بالمرمى بهذا الشكل، ويعني انكشاف الدفاعات المنتخب الفلسطيني، لأن هناك انضباط كبير على مستوى الدفاع الفلسطيني بقيادة القائد خالد أبو الهيجة ومؤيد عوض الذي خرج، لكن الدفاع يعني دفاعات المنتخب الفلسطيني بقيادة خالد أبو الهيجة لاعب كارل زايس الألماني
ودفاعات ممتازة، وخلفهم حارس ممتاز مهدي عاصي. إذن كرة لأيوب الحمامي. أيوب، مباراة سلبية حتى الآن في النتيجة، لكنها مثيرة في أحداثها، مثيرة في أجوائها، مثيرة في التحركات اللاعبين في أرضية الملعب. هنا الكرة الملعوبة من قيس الذي يتابع ويكسب خطأ. قيس الحطاب دقائق معدودة لكنه فعل أشياء كثيرة. هذا هو التغيير لهذا المدرب حسام يونس المدرب الفلسطيني. قيس كان قد افتك هذه الكرة وكسب هذا الخطأ. هنا سقوط أحد اللاعبين كذلك للاعبي المنتخب الفلسطيني. أربعة هذه المرة عمرو رزق المدافع الأيسر الذي تواجد كقلب دفاع مع خالد أبو الهيجة بعد خروج مؤيد عوض اللاعب قلب الدفاع الذي أصيب في كرة ماضية. هنا إذن الحديث والجمهور المغربي فرحان أكيد بالنتيجة، وأيضا المنتخب الفلسطيني سعيد بهذه النتيجة لأنه سيتصدر المجموعة، والمنتخب المغربي يعني بهذه النتيجة سيكون متواجدا في دور الربع النهائي. إذن الثنائي سيتواجدان وسيحيان بعضهما البعض بعد نهاية اللقاء إذا انتهى بالتعادل بهذه النتيجة. وبأي نتيجة التعادل؟ لأنهما سيتأهلان مباشرة، المنتخب العماني وأبناء السلطنة يترقبان هذه المباراة، يترقبون هذه المباراة. لكن المباراة يعني المنتخب العماني كان من أفضل الثواني قبل انطلاقة هذا اللقاء، وفي مجموعته يأتي المنتخب العماني ثانيا في مجموعة المجموعة الرابعة مجموعة المنتخب المصري، ويعني ثلاث نقاط للمنتخب العماني ولديه من الأهداف يعني زائد واحد، وبالتالي هو أفضل الثواني بعد المنتخب اليمني الذي تأهل لدور الربع النهائي. لكن الآن بهذا التعادل سيكون المغرب هو من أفضل الثواني، أو أفضل الثواني سيكون أربع نقاط، وبالتالي يعني ذهاب أمال المنتخب العماني. المنتخب العماني كان يمني النفس بأن منتخب فلسطين سينتصر بهدفين، إذا انتصر بهدفين نظيفين المنتخب الفلسطيني ستكون عمان هي المتأهلة، لكن هذا لم يحدث. وهنا تغيير وتغييرات، منصور ناشط اللاعب رقم 9، منصور ناشط إذن بديل للمنتخب المغربي. هنا الكرة الملعوبة، سبعة في المرور، هذا هو أسامة اليعقوبي، كرة إلى 14 زكريا لبيب وأسامة في التسديد. هناك لاعب آخر أيضا بديل، هنا أيضا الكرة، كرة لصالح المنتخب المغربي، ما زال أسامة يحاول. هنا الصافرة أسامة اليعقوبي والبطاقة الصفراء على البدارين منير البدارين، الذي ربما يستعد المدرب ليعني إخراج منير في الدقائق القادمة. والمنتخب المغربي يتحصل على هذا الخطأ، خطأ لصالح اللاعب ليس أسامة اليعقوبي بل منصور ناشط اللاعب البديل الذي نزل للتو. أول كرة لمنصور ناشط المهاجم اللاعب رقم 9 الآن يتواجد للمنتخب المغربي. ومنير البدارين يتحصل على البطاقة الصفراء. هنا إذن 21 9 سيتواجد محمد محمود بديلا لشلطف المهاجم. خلاص محمد محمود سيتواجد، هذا المهاجم الذي كان قد سجل الهدف الأول في مرمى المنتخب السوداني يتواجد، وبديله محمد شلطف يخرج الآن. أدى ما عليه محمد شلطف، ومحمد محمود 5 أيضا سيتواجد المدافع. هذا هو فتحي يبدو بديلا لمنير البدارين الذي توقعت أن يخرج، وكان التوقع صحيحا، واضح أنه مهدي فتاحي. مهدي فتاحي إذن يتواجد الآن. هنا الكرة العرضية والرأسية من الدفاع بشكل ممتاز، بشكل ممتاز، الرأسية تبعد، هذه الكرة تعود لصالح المنتخب الفلسطيني وتبعد كذلك.
إذا مهدي يتواجد، مهدي فتاحي اللاعب البديل، هذا هو المساعد الثاني محمد العريبي المساعد الليبي عندما التقط هذه الكرة، واللاعب أيوب الحمامي كان متسللا، واضح التسلل وعائد من التسلل. مهدي عاصي الكرة لصالح المنتخب المغربي الآن، هناك بطاقات صفراء عديدة في هذا اللقاء. محمد صندوق لم يتحصل على البطاقة الصفراء لأن لديه بطاقة صفراء في لقاء السودان، ويعني لا يريد أن يتوقف في الجولة القادمة جولة الربع النهائي. وأيضا هناك يعني داني درباس لديه بطاقة في اللقاء الماضي لم يتواجد في هذا اللقاء. هناك عثمان الشرايبي في المغرب لديه بطاقة في اللقاء الماضي، وأيضا فقط لاعب وحيد كان من المنتخب المغربي القائد عثمان الشرايبي، وبقية اللاعبين سيتواجدون. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب المغربي والكرة إلى خارج أرضية الملعب. محمد جزولي إذن اللاعب رقم 8 يتواجد، لاعب الأكاديمية أيضا محمد السادس، كثير اللاعبين في الأكاديمية والذين استفادوا من هذه الأكاديمية، أكاديمية محمد السادس، أكثر اللاعبين في هذا المنتخب يتواجدون في الأكاديمية. هنا الكرة الملعوبة ممتازة لصالح المنتخب المغربي في المرور لياسين، ياسين يحاول في هذه الكرة، ياسين خليفي في الاستقبال والترويض والتحضير والهدف الأول. نعم الهدف الأول للمنتخب المغربي، المنتخب المغرب تسجل الآن، المغرب أسود الأطلس، أسود الأطلس يتقدمون بالهدف والتسديدة اليسارية. محمد وهبي المدرب المغربي الذي يعني أحسن التصرف في التدخلات في الشوط الثاني ويهز الشباك الآن، المغرب إلى صدارة هذه المجموعة. هدف رائع رائع، الترويض كان ممتازا والتحضير والأسيست كان ممتازا للمنتخب المغربي، بالتالي يعني الهدف أتى باليسارية الرائعة. لم أشاهد رقم اللاعب الذي سدد الكرة في الشباك، لكن هدف رائع للمنتخب المغربي. هذه الكرة ياسين، ياسين هنا الترويض ممتاز، روعة 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 روعة. يبدو اليعقوبي، نعم أسامة اليعقوبي هو من سدد، أسامة البديل نعم بالبدلاء سدد الكرة في الشباك. رائع الهدف للمنتخب المغربي، الهدف كان من اللاعب عبد الرحمن ياسين، عبد الرحمن الذي سجل، هذا هو اللاعب أنس ميموني هو من سجل، أنس ميموني نعم من سجل الهدف المغربي، الهدف الذي يتوج به منتخب المغرب ليكون الأول في المجموعة وصدارة المجموعة. ممتاز المنتخب المغربي، ممتاز المنتخب المغربي في هذه المباراة. يعني عبد محمد وهبي المدرب الذي يعني أحسن التصرف في الشوط الثاني، ويعني كانت هناك التحركات من هذا المدرب والتغييرات لعل وعسى ونجح مع الجمهور المغربي الذي يحضر بكثافة في أرضية ملعب وفي مدرج عفوا ملعب ضمك، نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، والمنتخب الذي يزف المنتخب المغربي وأسود الأطلس لصدارة هذه المجموعة، المجموعة السادسة. روعة روعة روعة، المنتخب المغربي كان يعني يلعب بطريقته وكان مرتاحا في اللقاء، كان يعني الأفضلية ربما تتجه للمنتخب الفلسطيني، لكن في لحظة من اللحظات كانت بين طرفة عين، يعني المنتخب المغربي أحكم القبضة على الصدارة، يتحصل الآن على الست نقاط الكاملة المنتخب المغربي بعد الانتصار الآن على المنتخب الفلسطيني. نحن يعني معكم بقية الثلاث دقائق ونصف على نهاية المباراة، وعلى يعني
الوقت الأصلي من هذا اللقاء المغرب وفلسطين في آخر لقاءات هذه في المجموعات. اليوم هو اليوم التاسع من كأس العرب تحت 20 سنة. هذا هو اللقاء رقم 18 في المجموعة السادسة، مجموعة النار في المجموعة التي لم نكن نعلم من هو المتصدر ومن هو صاحب الترتيب الثاني حتى انقضاء هذا اللقاء. يعني وعندما أقول أنها مجموعة النار، بما أن الفريق المغربي كان قد انتصر برباعية في اللقاء الأول، وفلسطين كانت قد انتصرت بخماسية في اللقاء الأول، لذلك جمع هذا اللقاء لقاء منتخبين كان قد سجل أفضلية في التسجيل في المباريات الماضية. لكن قبل أن تسجل تونس في هذا المساء وقبل انطلاقة هذا اللقاء، السداسية كانت في مرمى المنتخب الجيبوتي، وبالتالي يعني اليوم لقاء كان مرتقب ما بين المنتخبين. الكل كان يرشح، من الترشيحات كانت تصب في مصلحة المنتخب المغربي، وهناك ترشيحات أخرى أيضا تصب في مصلحة المنتخب الفلسطيني. يعني عموما الترشيحات أقول على الأصح أنها كانت تصب في لصالح يعني المتعة الكروية في ما بين المنتخبين في هذا اللقاء، وهو ما حدث. على الرغم أن لا هدف تأخر كثيرا في المباراة، إلا أن هذه طبيعة كرة القدم. حتى لو انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ستكون فلسطين في المقدمة، هنا الجمهور المغربي يحتفل على طريقته، على طريقته يحتفل الجمهور المغربي. ودائما عودنا على الحضور في كل المناسبات المنتخب المغربي، والجمهور المغربي دائما عودنا بالحضور في جميع المناسبات. والمغرب أيضا الاحتفال الآن بهذه النتيجة، المغرب أولا وفلسطين ثانيا، والكرة الملعوبة فلسطين يعني ستكون الآن زائد هدف للمنتخب الفلسطيني. لا أعلم عن بقية النتائج، لكن هو الأهداف أكثر من المنتخب العماني. المنتخب الفلسطيني أكثر تهديفا من المنتخب العماني الذي ما زال ينتظر. كنت أتحدث عن المنتخب العماني وحظوظ المنتخب العماني، لكن ما زالت الأهداف تصب لصالح المنتخب الفلسطيني الذي سيتأهل مع برفقة المنتخب اليمني كذلك في أفضل الثواني. حتى الآن هذا ما أراه، لكن ربما المغرب يزيد الغلة. هنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب، والحسام يونس المدرب الفلسطيني الذي ما زال ينتظر الآن، يعني ما زال يعني يمني النفس المنتخب الفلسطيني على الأقل يعني يتعادل في الجولات القادمة، في الدقائق القادمة عفوا. كرة تلعب، كرة لصالح المنتخب المغربي. المغرب التي يستعد أسود الأطلس في شهر نوفمبر في خوض مونديال كأس العالم. المنتخب المغربي الذي سيلاقي كرواتيا في اللقاء الأول في مونديال كأس العالم في 23 تحديدا من شهر نوفمبر، في مجموعة ستكون قوية للمنتخب المغربي. هنا الكرة الملعوبة، بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا، مجموعة يستطيع أسود الأطلس أن يتأهل لدور 16 في مونديال كأس العالم، لأنهم سيلاقوا المنتخب الكندي، وربما يعني هناك يعني يستطيع المنتخب المغربي الانتصار على كندا ربما، لكن هناك المنتخب البلجيكي منتخب قوي، والمنتخب الكرواتي وصيف المونديال الماضي، مونديال الروسي الذي حل وصيفا أمام فرنسا. أعتقد أن اللقاءين ستكون صعبة في المونديال للمنتخب المغربي، لكن المغرب التي عودتنا أن تكون قوية في المونديال وتكون ولها تاريخ كبير في المونديال، المغرب
أفضل سنوات المغرب في المونديال كانت في مونديال 86 في المكسيك تحديدا. هذه الكرة وهذا التسديد الرائع على طريقة التيمومي أحد أساطير الكرة المغربية، باليسارية التي كان يفعلها دائما التيمومي، والتسديدة رائعة لهذا اللاعب أنس ميموني لاعب الجيش الملكي، والتسديدة الرائعة وهذه تميمة الأسد أسود الأطلس الذين يحتفلون بطريقتهم بهذه التسديدة. كرة إذن لصالح المنتخب المغربي، أيوب الحمامي يلعب الكرة في الطرف اليمين، هنا الكرة إذن تعود لأيوب. المنتخب المغربي لا يستعجل كثيرا، والمنتخب الفلسطيني بهذه النتيجة سيكون متأهلا كذلك. إذا نتيجة 1-0 المنتخب المغربي بجماهيره التي تحتفل في مدرجات ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس بشيط في المنطقة الجنوبية في منطقة عسير تحديدا، يحتفلون بهذه النتيجة بنتيجة 1-0 التي تجعل المنتخب المغربي أولا في المجموعة السادسة، وتحجز موعدا في دور الربع نهائي في كأس العرب تحت 20 سنة. هذه البطولة الرائعة التي انطلقت طبعا بشكل ممتاز ورائع منذ الانطلاقة، والمباريات كانت قوية في أتحدث منذ انطلاقة كأس العرب في هذه النسخة الثامنة. إذن اللقاءات القادمة يعني التي يعني استقرت، الجزائر سوف تلاقي تونس في دور الربع النهائي، السعودية سوف تلاقي اليمن في دور الربع النهائي، هنا المغرب أين ستذهب هذا المنتخب، سيلاقي من، وكذلك المنتخب الفلسطيني. هناك يعني بعض المنتخبات التي تنتظر، هناك الأردن متصدر المجموعة الثانية، هناك فقط يعني أشاهد الجدول الذي يعني أعد لهذه اللقاءات. إذن متصدر المجموعة تحدث عن الأردن سوف يلاقي المنتخب الفلسطيني، إذن الأردن وفلسطين سيتواجدون سويا، وهناك تحدث الجزائر سيلاقي المنتخب التونسي، والسعودية ستلاقي اليمن. هذه الأمور الواضحة الآن، هذه الكرة تعود، ومصر سوف تلاقي المغرب، مصر سوف تلاقي المغرب، والجزائر ستلاقي تونس، والصافرة إذن الصافرة النهائية وانتصار مغربي. ألف مبروك لأبناء المغرب هذا الانتصار الممتاز والرائع والاحتفالية للمغرب، وحظ أوفر للمنتخب الفلسطيني في اللقاءات القادمة. إذن الفريقان تأهلا لدور الربع النهائي اليوم في بعد هذا اللقاء، وحظ أوفر لبقية المنتخبات التي لم تستطع الوصول لدور الربع النهائي. كنت معكم على الوصف والتعليق عايد العصيمي، وتحية طيبة لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.